آثار الدمار، إثر القصف الصاروخي بقذائف الهاون وقذائف الدبابات على حي العسالي 15/8. والكهرباء مقطوعة، الدمار والحرائق في منازل الآمنين في حي العسالي في دمشق 15/8. لا يوجد كهرباء، لا يوجد ماء، لا يوجد إطفائيات. الله أكبر، الله أكبر عليك يا بشار. 15/8/2012، حي العسالي، الدمار والحرائق إثر القصف بقذائف الهاون وقذائف الدبابات. الله أكبر. دمشق، حي العسالي.